خلونا نذهب إلى الأمل بقى، إلى اللقاح. إحنا لحد هذه اللحظة منتظرين اللقاح، يعني في أخبار إنه ربما خلال هذا الأسبوع يكون عندنا معلومات عن إمتى ممكن اللقاح على الأقل الصيني يوصل. لسه الدولة في مفاوضات مع الشركات الأخرى. لكن ماذا عن الموقع؟ في موقع أعلنت عنه وزارة الصحة، وأول ما أعلنت عنه في الحقيقة موقع على الإنترنت، أول ما أعلنت عنه الوزارة كان عليه إقبال كبير جدا من الناس، وعدد كبير جدا من الناس كان على اهتم بهذا الموقع. معي على الهاتف المهندس أيسم على سكايب. المهندس أيسم صلاح، هو في حاجة في الإير بيس يا جماعة. المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات. مهندس أيسم مساء الخير. مساء النور يا فندم على سيادتك وعلى السادة المشاهدين. اولا يعني الموقع اعلنتم عنه منذ ايام، وطبعا كان عليه اقبال كبير جدا. قول لي الاقبال على الموقع رصدتوه ازاي وهو ما زال بث تجريبي زي ما انا فاهمه؟ بالظبط يا فندم، احنا ما عندناش عن اطلاق الموقع بشكل رسمي، وانما كان بس تجريبي زي ما سيادتك كنت لسه بتقولي دلوقتي حالا، لمجرد بس ان احنا بنشوف كده يعني تفاعل الناس مع الموقع عامل ازاي. احنا طلعناه لمده 3 ساعات فقط لا غير، خلال اول ساعه سجل معانا 10,000 واحد، فده بيدل طبعا على كميه الاقبال الكبير اللي الناس هتبقى بتتفاعل بيها مع الموقع قدام ان شاء الله رب العالمين ساعه اطلاقه بشكل رسمي. طيب ليه ما اطلقتوش الموقع يا باشمهندس، وامتى هيتم اطلاقه؟ هو فندم هو مش مجرد موقع، يعني الموقع ده هي مجرد المرحله الاولى فقط، انما هي منظومه متكامله لتلقي وتوزيع ومتابعه اللي بياخدوا اللقاح. فبالتالي الموقع ده مجرد الخطوه الاولى لتسجيل بيانات الناس الراغبين في تلقي اللقاح طبقا للفئات المستهدفه يعني. بعد كده كمان في اجزاء اخرى بقى خاصه ب طيب فين الاولويات، يعني انهي الاولى انه ياخد الاول. الكلام ده كله بيتم بشكل الي اوتوماتيكي عباره عن معادله بنحطها في الكمبيوتر عشان هو اللي بيبقى بيفرز الناس الراغبين في تلقي اللقاح وطبقا لاولوياتهم طبقا للفئات المستهدفه من الوزاره. ودي برضو على حسب يعني كل الدول ما بتشتغل، ونظام الصحة العالمية بيرتب الناس وبيدلهم المواعيد. هيتبعت لكل مواطن سجل على الموقع SMS بتقول له المكان اللي هيتلقى فيه اللقاح والتاريخ بتاع تلقي اللقاح، ثم بعد كده حاجات خاصة بقى باللوجستيات، إدارة السبلاي تشين أو سلاسل الإمداد للجرعات دي عشان إحكام السيطرة عليها وتطبيق الحوكمة وهكذا. فهي يعني سلسلة متلاحقة من منظومة متكاملة مش بس مجرد الموقع يعني.